إذن مشاهدينا الكرام، الصراع على القارة الإفريقية من قبل القوى الدولية بل وأيضا الإقليمية على طاولة النقاش لنعرف مش بس الأهداف من هذا الصراع لكن شكل الصراع وموقف القارة الإفريقية من كل ما يحدث داخل أراضيها. ضفنا يشاركنا في هذا النقاش السفير دكتور فرغلي طه مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. يعني خليني أبدأ مع حضرتك في البداية من تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث فيها يعني بعنف بشدة عن السياسة الصينية داخل القارة الإفريقية. قال مثلا أنها سياسة تتسم بالفساد وبالاستغلال وتريد إبقاء البلدان الإفريقية رهينة للصين. كيف يمكن فهم موقف الأمريكي من هكذا تصريحات؟ كان أنا أتصور أن هذه تصريحات تدخل في إطار ليس فقط التنافس وإنما يعني نقدر نقول أن هي نوع من تصفية الحسابات مع الصين التي تنافس الولايات المتحدة بشدة وبينهما حرب تجارية منذ فترة تولي الرئيس ترامب. الصين موجودة من سنوات كثيرة في أفريقيا ولا تزال يعني تتبادل التجارة بقوة وبتوسع شديد مع الدول الأفريقية منذ أكثر من 15 أو 20 سنة. فأفريقيا ليست جديدة بالنسبة للتجارة مع الصين وبالتالي أمريكا تعلم ذلك. الصين أصبحت تنافسها بشدة وأصبحت الشريك التجاري الأول لأفريقيا بحجم تجارة يقرب من 170 مليار دولار. هناك حرب تجارية ودائرة بين الصين والولايات المتحدة على المستوى الدولي وفي إطار حتى التجارة البينية بين الصين والولايات المتحدة. أتصور أن هذه التصريحات تأتي لتشويه صورة الصين في القارة الأفريقية وعدم مقدرة الولايات المتحدة على المنافسة التجارية القوية مع الصين في داخل عدم مقدرتها في ظل إدارة ترامب ولا عموما؟ بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة يمكن السنوات العشر أو الثمان سنوات الأخيرة جاءت إدارة ترامب لتتناول الموضوع بطريقة عنيفة طريقة غير تنافسية وغير تجارية إنما أدخلتها في حساباتها السياسية بما يشبه نوع من تصفية الحسابات أو الضغط على الصين أو تشويه الصورة لدى دول القارة. الصين تتعامل مع دول القارة من واقع احتياجات الطرفين دول طيب. عاوز المقاطعة سأعود لموقف الصين لكن أنه يكون الأمر تنافس بين قوتين على مكان أو على مصلحة ما يبدو منطقي لكن أن يصل هذا التنافس إلى مرحلة الصراع والتصريح العلني بأنه يعني الصين يعني بالمعنى العامي زودتها في إفريقيا تغدق عليهم يعني بأموال كثيرة استثمارات كثيرة بل إنها كمان يعني بتستغل البلدان الإفريقية، هل الصين تقوم بذلك فعلا؟ هو التصريح أخذ هذه الصورة بمعنى أن الصين تزيد من عبء الديون على الميزانيات الدول الأفريقية وأنها سوف تثقل كاهل الشعوب الأفريقية بالديون وبسياستها التجارية التي لا تراعي احتياجات الشعوب ولا تراعي ميزانيتها ولا تراعي ظروفها الاقتصادية وأنها تسهل لها القروض بطريقة لا تراعي مصالح الدول الأفريقية. هذا التصريح في تصوري تنقصه العقلية تنقصه الكياسة السياسية أو التجارية لأن الدول الأفريقية دول ذات سيادة دول رشيدة تعرف ماذا تحتاج وتعرف ماذا تريد والصين أيضا لها سياستها وهذا التصريح لن ينتقص من مستوى تجارة الصين مع الدول الأفريقية ولن يجعل الدول الأفريقية تتشكك في تعامل الصين معها يعني ولن يعني يفيد الولايات المتحدة في تحقيق
قدر من المنافسة الرشيدة على المستوى التجاري على الأقل مع الصين داخل القارة الأفريقية. إذن هذا التصريح غير موفق في نظري. نعم. طيب أستاذ سفير، خلينا نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام تقرير بيرصد تفاصيل أكثر ربما عن شكل الصراع الدولي على أفريقيا. أفريقيا القارة التي لطالما كانت طاولة تصارعت على رقعتها القوى الدولية المختلفة، صراع يتجدد ولا ينتهي للسيطرة على عمق القارة التي تحاول تضميد جراحها والبحث عن السلام في أجواء تشبه الحرب الباردة على أراضيها. اكتسبت أفريقيا أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة لدى الصين، إذ تعتبرها منطقة ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة تؤمن إمداداتها من الموارد الطبيعية ومواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي الغربي. الروس بدورهم أدركوا أهمية القارة خاصة في المحافل الدولية، فوضعوا استراتيجية تقوم على مساندة مواقف دول أفريقيا فضلا عن البعثات الاستثمارية. تحركات بكين وموسكو يبدو أنها أزعجت الأمريكيين، حتى إن مستشار الأمن القومي جون بولتون انتقد أمس ما وصفه بالسلوك الانقضاضي لروسيا والصين في أفريقيا حين تحدث عن استراتيجية واشنطن نحو القارة. زعم بولتون كذلك أن بكين تستخدم الرشاوة والاتفاقات الغامضة لتبقي أفريقيا رهينة لها، فيما تعمل موسكو على نهب الثروات. تصريحات تعكس بلا شك درجة التوتر التي بلغتها العلاقات الأمريكية الصينية والتي سيكون لها انعكاساتها على أفريقيا بحسب مراقبين. ولم تقتصر التحركات على قوى كبرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا، وإنما بدت بعض الدول كقطر وتركيا تبحث هي الأخرى عن موطئ قدم لها في أفريقيا فضلا عن إسرائيل. تحركات تدعو للتساؤل، هل يكون هذا التسابق نعمة تستفيد منها دول القارة أم تتحول إلى نقمة تكتوي بنارها؟ طيب تابعنا هذا التقرير سيادة السفير. يعني الاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية الآن البعض يعني يستغربه إلى حد ما، كان ترامب وصف الدول الإفريقية بوصف غير لائق في إحدى المناسبات، كان في اجتماع يعني إن لم تخني الذاكرة في البيت الأبيض، ووصف الدول الإفريقية بوصف غير لائق، ويعني حصلت يعني توتر أو يعني زعلت الدول الإفريقية من هذا الوصف. كيف يمكن التعاطي مع الاهتمام الأمريكي الآن والأذرع المفتوحة لواشنطن تجاه أفريقيا؟ هو في الحقيقة أمريكا اهتمامها ليس بجديد بالقارة الأفريقية، أمريكا متواجدة وبقوة في القارة الأفريقية، متواجدة سياسية، متواجدة عسكرية، متواجدة في محاولة الاستحواذ على الطاقة والثروات المعدنية للقارة الأفريقية بطريقة أو بأخرى سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة. وإنما ما حدث هو أنها تتعرض منذ حوالي 10 سنوات أو أكثر لمنافسة شديدة جدا من الصين، ودخول صيني هادئ إلى معاقل القارة الأفريقية بطريقة تجارية بحتة، طريقة لا تتدخل في الشؤون الداخلية، لا تفرض شروطا سياسية أو لا تفرض ولا تنتقد ممارسات الحكم في الدول الأفريقية، لا تدعو إلى تحالفات، لا تتدخل في الشؤون العسكرية أو الأمنية للدول الأفريقية. ما الجديد هو ليس تواجد أمريكا في القارة الأفريقية، إنما الجديد هو أن أمريكا تتعرض لمنافسة شديدة سبقتها الصين في مجال التجارة والاقتصاد، بل وفي مجال الصفقات العسكرية وفي المجال الثقافي بتعليم اللغة الصينية وبالتواصل الثقافي الصيني وبالمنح التي لا ترد التي تقدمها الصين للدول الأفريقية، وآخرها كان في إقامة المنتدى الصيني الأفريقي الذي يعقد منذ سنوات وآخره في سبتمبر الماضي في بكين. قرر الرئيس الصيني على إثره منح الدول الأفريقية منح لا ترد بواقع 60 مليار دولار على مدى الأعوام القادمة،
في صورة مشروعات بنية تحتية ومشروعات تكنولوجية وتعليمية وصحية وغيرها. إذن الجديد ليس التواجد الأمريكي في القارة الأفريقية، وإنما الجديد هو انزعاج أمريكي من الدخول الصيني على مجال واسع وكبير جدا ومنافسة شديدة للولايات المتحدة وبل وللدول الاستعمارية الأوروبية السابقة مثل فرنسا وغيرها في القارة الأفريقية. طيب الجديد أيضا أنه تم الإعلان عن استراتيجية جديدة للولايات المتحدة تجاه إفريقيا، وحتى أطلق عليها مبادرة إفريقيا مزدهرة. ما الذي يمكن توقعه في هذه الاستراتيجية حتى يتم الإعلان عنها بالتفصيل؟ هو يعني في إطار الدعوة الأمريكية للإدارة الأمريكية الجديدة في ما يسمى بالنزعة الوطنية أو نزعة الناشوناليزم أو أمريكا أولا، تتجه الإدارة إدارة الرئيس ترامب إلى التقليل من المساعدات الخارجية التي كانت تمنحها أمريكا لكثير من الدول وعلى رأسها الدول الأفريقية، التقليل من مساهماتها في مهمات حفظ السلام في القارة الأفريقية، وبزعم أنها ستوجه هذه الأموال إلى الشعوب الأفريقية، وبالتالي هو نوع من لا أعرف هو نوع من التراجع ما هو نوع من التشكيك في القيادات الأفريقية، إنما هو يعني سياسة تحاول التوفير من الأموال الأمريكية وإنفاقها في مجالات أخرى. في تصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن الدخول بطريقة مشابهة لما تقوم به الصين في القارة الأفريقية، وهو منح مساعدات ومنح لا ترد ومنح قروض بشروط ميسرة والتخفيف من تدخل السياسي في الشؤون الداخلية للقارة الأفريقية. هذا هو النهج الجديد، وإن لم يكن يعلن على تفاصيله بهذا القدر، إنما هو في تصوري محاكاة للنموذج الصيني في التعامل مع القارة الأفريقية بعد أن ثبت صعوبة منافسة الصين في هذا الشأن. طيب خلينا نتكلم على أطراف آخرين أيضا ليهم يعني وجود مهم في إفريقيا زي روسيا على سبيل المثال، كيف تتابع الموقف؟ ما هو حجم دورها على يعني في القارة الإفريقية؟ روسيا أيضا خصوصا بعد تولي الرئيس بوتين منذ عام 2000 وبعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي وخرج من أفريقيا ومن مناطق كثيرة في العالم وافتقد لمناطق نفوذ كثيرة، عادت روسيا من خلال سياسات الرئيس بوتين إلى مناطق نفوذ دولية ومنها القارة الأفريقية والتي كان لها فيها مناطق نفوذ قديمة أيام الاتحاد السوفيتي في إثيوبيا وشرق أفريقيا وفي أنغولا وفي الكونغو وغيرها. عادت روسيا الآن لتتعاون مع الدول الأفريقية في مجالات بالذات مجالات التعاون العسكري والتدريب العسكري والأمني وتوريد السلاح بشروط ميسرة للدول الأفريقية، ثم مجالات التجارة في بعض السلع، ثم الدخول أيضا القوى الناعمة الروسية بإنشاء معاهد أو مراكز ثقافية روسية لتعليم اللغة الروسية داخل القارة الأفريقية على غرار النهج الذي تنتهجه الصين أيضا. الصين لديها حوالي 54 فرع لمعهد كونفوشيوس في الدول الأفريقية لتعليم اللغة الصينية كإحدى أدوات القوى الناعمة الصينية. روسيا عندنا بالمثل يفندم ده في مصر؟ أنا لا أعلم بوجود معهد صيني في قد يكون موجود. هناك معهد روسي. في مركز ثقافي روسي موجود روسي. وفي قنصليات روسية. فإذا عندها 54 فرع في إفريقيا لتعليم اللغة الصينية، يعني هدفه ثقافي أكثر. هدفه ثقافي بالطبع. روسيا تنتهج نفس النهج وإن كان في مجالات أخرى. الصين تقوم بالبناء في مجالات البنية التحتية والتجارة والمستشفيات
والمدارس وغيرها والمطارات والزراعة والتكنولوجيا الزراعي. روسيا في المجال العسكري بصفة بصورة أكثر والتدريب وبعض القواعد العسكرية والتعاون مع دول خصوصا دول الشمال الأفريقي مثل الجزائر. طيب السؤال ربما يبدو بديهي لكن أكيد في يعني خلف الإجابة اللي بنسمعها طول الوقت أسباب أخرى. ما سبب في هذا الاهتمام بقارة إفريقيا من سنوات واحنا بنقول هي قارة غنية جدا بالموارد ولديها ثروات وغير مستغلة وهي يعني سوق يعني يقال انه في 2050 هيكون وصل تعداد السكان لاثنين مليار ونص نسمة. هل في اسباب اخرى تفسر هذا الاهتمام الكبير من كل هذه القوى وسوف نتحدث لاحقا عن القوى الاقليمية ايضا؟ اسباب هي قديمة جديدة انه سوق كبير جدا لمليار وربع من السكان ب 55 دولة افريقية بموارد وثروات طبيعية بالإضافة على أنه لا يزال هو السوق بالمعنى المجازي سوق البكر بمعنى هو السوق الأكثر احتياجا للسلع والخدمات وللتكنولوجيا. لكن هل لديهم القوة الشرائية الكافية يعني لاستخدام هذه المنتجات والسلع؟ هناك نوع من البارتر ديلز او المقايضة بمعنى بيع الثروات والمواد الخام الأفريقية في مقابل سلع وتكنولوجيا من الدول الأخرى، وهناك أيضا مجالات الزراعة التي تنتج منها أفريقيا أيضا وممكن ويمكن لها التصدير. هناك مجالات الجلود والثروة الحيوانية، كل هذه مجالات يمكن مبادلتها بسلع مع الدول الأخرى. مجالات الاستثمار أيضا مفتوحة بصورة أكبر في أفريقيا لأنها ما تزال أسواق في حاجة إلى استثمارات ضخمة جدا بمساعدة وتمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، في حين أن دول مثل آسيا وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية إلى حد ما تكون قد تشبعت وبها تنافسية كبيرة للشركات العالمية وتشبعت من المشروعات الاستثمارية الكبرى، في حين أن أفريقيا لا تزال في البداية. طيب يعني أغلب الأسباب هذه أسباب اقتصادية، يعني ال- 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 الاهتمام عنوانه اقتصادي أكثر بهذه الدول؟ هناك عناوين أخرى، هناك عناوين عسكرية وأمنية، قواعد عسكرية تقام، هناك مياه دولية تحيط بالقارة الأفريقية خصوصا في الشرق والغرب الأفريقي، وحرية الملاحة والتجارة الدولية في المحيط الهندي وبحر عدن. هناك العنصر الهام الذي يهتم به العالم كله وهو مصادر الطاقة، مصادر البترول والغاز الموجودة بكثرة في القارة الأفريقية. هناك أيضا القوة السياسية التصويتية الكبرى ل 55 دولة أفريقية في المحافل الدولية، مجلس الأمن والجمعية العامة ومؤسسات النقد والتمويل والمؤسسات المالية الدولية. هذه قوة اقتصادية كبرى للقارة الأفريقية. هناك عوامل كثيرة، السياحة من الممكن جدا أن يمثل عدد السكان الأفريقي إذا ما تم تحسين مستوى معيشته مصدر كبير للسياحة لدول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا وبالعكس. هل بيتم التعاطي مع القارة الأفريقية سيادة سفير على أساس الاختلاف ما بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء؟ من جانب من؟ من جانب الصين وروسيا وأمريكا؟ حسب احتياجات الدول الأفريقية. ربما تختلف احتياجات الشمال الأفريقي قليلا عن احتياجات الجنوب الأفريقي. ربما تختلف مصادر الثروة في الجنوب الأفريقي عنها في الشمال الأفريقي. ربما تختلف الاحتياجات الأمنية والعسكرية باعتبار الدول الشمال الأفريقي العربية مشاطئة للبحر المتوسط ولها مواقع
أكثر أهمية واستراتيجية في وقتنا الحالي بالنظر إلى ظروف الإرهاب والهجرة غير المشروعة وغيرها. ربما كانت أهمية دول الشرق الأفريقي أيضا الاستراتيجية عسكريا وأمنيا أكثر منها من مثلا دول في وسط وغرب أفريقيا. هذا هو الاختلاف. طيب خلينا نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام أيضا عرض للموارد التي تتمتع بها أفريقيا. دي كانت بعض يعني المزايا او الموارد اللي بتتمتع بيها قاره افريقيا. استاذ سفير، تحدثنا عن القوى الدوليه العظمى وصراعها في افريقيا واهتمامها بافريقيا. ننتقل للدول الاقليميه ونبدا باسرائيل على سبيل المثال. يعني ايه شكل اهتمامها بقاره افريقيا؟ ايه مصالحها في القاره السمراء؟ هي مصالح فيها تشابه مع الدول الأخرى من حيث التجارة والاستثمار، و بالدرجة الأولى إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية مع قارة كانت تقاطع إسرائيل عشرات السنوات من أجل القضية الفلسطينية، وتحاول إسرائيل إلى الآن. هناك دول أفريقية أقامت، وإن كانت قليلة، أقامت علاقات مع إسرائيل، أما معظم الدول الأفريقية فلم تقم هذه العلاقات حتى الآن. هذا من الناحية السياسية. هناك تعاون في مجالات العسكرية وتصدير السلاح، تعاون في مجال التدريب الأمني والمخابرات والحراسات الأمنية لبعض الزعماء الأفارقة. هناك أيضا اهتمام بدول الشرق الأفريقي ودول حوض النيل في هذه المجالات وغيرها، وربما من بينها تعزيز النفوذ الإسرائيلي في هذه المنطقة المتاخمة للعالم العربي، وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للعالم العربي وبالنسبة لمصر على وجه الخصوص. حرصت إسرائيل خلال السنوات الماضية على أن يكون لها تواجد، وتواجد قوي وعلاقات قوية مع دول كثيرة مثل إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وكينيا وغيرها. هذا هو هذه هي اهتمامات إسرائيل في القارة الأفريقية، سياسية وتجارية واقتصادية وأمنية وعسكرية بالدرجة الأولى، خاصة في البحر الأحمر و القرن الأفريقي. طيب ماذا عن قطر وتركيا؟ بعض أيضا يتحدث عن إيران وعن كوريا الشمالية. يعني كيف يمكن فهم اهتمامات هذه الدول بالقارة الأفريقية ومصالحها فيها؟ يعني العنصر المشترك بين كل هذه الدول بالطبع هو العنصر الاقتصادي والتجاري، ودولة مثل تركيا تكاد تكون هي التالية لحجم التجارة في القارة الأفريقية بعد الصين والولايات المتحدة. فعلا رقم ثلاثة زادت من تجارتها مع الدول الأفريقية، وزادت من استثماراتها، وزادت من نقاط عمل شركة الطيران التركية في القارة الأفريقية، زادت من عدد سفاراتها حوالي 40 سفارة في القارة الأفريقية.
هناك أيضا جانب سياسي واهتمام بإحياء أو هكذا يرون نفوذ الخلافة العثمانية التي كانت من قبل في القارة وشرق القارة. وهناك جانب آخر يتعلق بمنافسة وربما خلق متاعب للدولة المصرية في منطقة حوض النيل بالنسبة لتركيا وقطر على وجه الخصوص وإيران أيضا. إنما إيران هناك الجانب الآخر وهو محاولة نشر الأيديولوجي أو العقيدة الشيعية في القارة الإفريقية، خصوصا في دول مثل السنغال ونيجيريا التي بها أقلية شيعية لا تقل عن 5 إلى 10 مليون نسمة في دولة مثل نيجيريا. هناك مراكز ثقافية ومراكز دينية إيرانية في القارة الأفريقية. طيب سؤالي الأخير سيادة السفير، في هذا اللقاء تحدثنا عن توجهات هذه الدول في القارة الأفريقية، كيف يفعلون أو يفعلون اهتمامهم. على الجانب الآخر، كيف يعني تستقبل البلدان الأفريقية هذه المواقف؟ يعني هل تميز دولة عن أخرى، تتفاعل أكثر مع الصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تتعامل البلدان الأفريقية بشيء من البراغماتية للاستفادة، أقصى استفادة من هذا الصراع عليها، ولا يعني تبدو في صورة ضحية؟ يعني لا أظن أنها في صورة ضحية، أظن أنها رشيدة بما يكفي لكي تفهم وتقرر مصالحها. الفيصل هنا هو المصلحة البحتة والاستفادة من هذا التنافس بين هذه القوى جميعا على القارة الأفريقية. أينما تكمن المصلحة، أينما تكمن التسهيلات والشروط الميسرة في المنح والقروض وفي مجالات التعاون والتدريب، كل هذا يعطي الدول الأفريقية ميزة للاستفادة من التنافس بين كل هذه القوى. العنصر الذي تحتاط منه الدول الأفريقية هو إذا ما اكتنف تحركات هذه الدول في القارة الأفريقية تدخل سياسي في شؤونها الداخلية أو تدخل أيديولوجي على النمط الذي تريده إيران مثلا في بعض الدول الأفريقية، تدخل سياسي وإملاءات من جانب بعض الدول مثلا الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة الضغط والديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. طيب يعني كنا طرحنا على مشاهدينا على فيسبوك سؤال، هاخد من حضرتك يعني تعليق سريع جدا عليه. هل ترى أن الصراعات على أفريقيا تصب في مصلحة القارة، نعم أم لا؟ النتيجة جاءت 26% قالوا نعم، 74% قالوا لا. يعني حضرتك تتجه لأي؟ أنا أتصور أنها لصالح القارة الأفريقية، لصالح التنافس في النهاية هو لصالح القارة الأفريقية. شكرا جزيلا لك سفير دكتور فرغلي طه، مساعد وزير خارجية الأسبق، شكرا جزيلا يا فندم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نعود ونلتقي وقراءة في ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي وقع في مراكش المغربية.